اهلا بكم مشاهدينا، حلقه جديده من صحتك بالدنيا، يومين على شاشه الفضائيه المصريه، 4 عصرا بتوقيت القاهره، 2 ظهرا بتوقيت جرينتش، جمعه بعد جمعه. بيبقى معانا الدكتور سامح حلام، استاذ امراض القلب. النهارده هنتكلم عن، اعتقد تبقى حلقه يعني مفصله عن القسطره والازمات القلبيه. ناس ربما تكون مثلا حاسه ان هي قلبها بيدق، فتقول انا عندي القلب. زي ما دايما بنحاول ان احنا نوعي الناس على ان امراض القلب مش هي ان قلبك يدق بسرعه او قلبك او ما يجي لك اختناق، كل ده بتبقى ممكن ربما حاجات تابعه او حاجه ثانيه خالص بعيدا عن مرض القلب. لكن هنتكلم النهارده عن القسطره بالتحديد. الحلقه بتعاد مره ثانيه عبر اليوتيوب باسم الدكتور سامح حلام. داليا حسن، صحتك بالدنيا، اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بيك. القسطره يا دكتور برضو في ناس لسه ما زالت بتخاف منها، فعايزه اتكلم يعني ايه القسطره في البدايه، وايه الحالات اللي ممكن حضرتك تقرر ان دي تتعمل لها قسطره؟ والله يا مدام داليا، دي قضية رغم انتشار عمل القسطرة في البيوت، ونادرا ما يبقى في بيت ما حدش عمل فيه قسطرة، وفي العمل نادرا ما مكتب يبقى فيه 5 موظفين واحد منهم ما حصلوش حاجة عمل قسطرة. فلازم الناس تبقى فاهمة الموضوع ده كويس. أولا، القسطرة هي وسيلة تشخيصية أشخص بها أمراض القلب. ممكن أشخص آفات خلقية في القلب، ممكن أعمل تقييم لصمامات القلب، ممكن أشخص شرايين اتجاه للقلب، ممكن أشخص اضطرابات في نظم القلب بالقسطرة، وممكن تبقى وسيلة علاجية. طيب أنا وأنا بعمل القسطرة لقيت إن في شريان ضيق، والضيق بتاعه ده تقديري كطبيب من التاريخ المرضي للمريض بتاعي انه مش هيجي بالعلاج، يبقى انا لازم انا اللي اوسعه واعمل له اوسعه بالقسطره. تمام. فبقت قسطره علاجيه لعلاج الشرايين التاجيه. انا ممكن اوسع بالقسطره الصمامات الضيقه، الصمام الرئوي الضيق عند الاطفال، او الصمام المترالي الضيق عند متوسطي العمر اللي بيجي لهم اثار حمر متزمنه وضيق في الصمام. بعض الناس اللي عندهم تضخم نتيجة زيادة سمك عضلة القلب، ولما يبقى السمك كبير قوي يبقى الكافيتي أو الفراغ اللي بيحتوي الدم ده قليل، بتعمل بعض المضاعفات في اضطراب نظم القلب ودوخة وإغماءات وحاجات، فممكن دي تتعالج بالقسطرة. اضطراب نظم القلب ناس يجيلهم نبضات قلب بطيئة وقد يتوقف القلب. تمام. وده نتيجة ان البطارية الاصلية اللي بتشغل القلب ما هي شغالة، فبطارية الاحتياط هي اللي شغالة، فممكن بالقسطرة احنا نحط بطارية تشغل القلب. بعض الناس اللي عندهم ضعف في عضلة القلب قد نصل الى مراحل ان جميع الادوية ما عادتش جايبة نتيجة. بعض الناس يحتاجوا لتحفيز كهربائي عن طريق جهاز لتقوية عضلة القلب عن طريق القسطرة. فكلمة القسطرة دي لازم الناس تبقى فاهمة هي ايه. هي وسيلة تشخيصية، وسيلة علاجية، وسيلة علاجية للعديد من أمراض القلب. الشهرة العامة بتاعتها، لأن نقول لو احنا هنيجي نقول في مصر حاليا 80% أو أكتر شوية من اللي بيعملوا قسطرة ما بيعملوا قسطرة بقصد تشخيص وعلاج أمراض الشرايين التاجية بعد حدوث أزمة قلبية أو قبل حدوث الأزمة بس بعد حدوث ذبحة صدرية. تمام. ف80% من الناس اللي بيروحوا يعملوا قسطرة، المفهوم العام إنه رايح يعمل قسطرة للشرايين التاجية علشان يشخص الأمراض بتاعتها أو يعالج الأمراض بتاعتها. ودي بتبقى ممكن مين العيان اللي بتاع الشريان التاجي، مرض الشريان التاجي اللي يحتاج قسطره؟ هو المريض اللي جات له ازمه قلبيه واعقابها الم في الصدر، ودخل يعني الازمه القلبيه دي دخل عنايه مركزه وتعالج وخرج وجات له تكرار الازمه. طب هو ممكن لو جات له الازمه القلبيه في اول مره وشخصنا ان عنده جلطه دلوقتي حالا ان احنا نعمل له قسطره؟ يعني المريض اللي عنده ازمه قلبيه العلاج بتاعه حاجه من اتنين، الازمه القلبيه سببها
اللي هي كريزة القلب أو جلطة القلب أو احتشاء عضلة القلب أو الأزمة القلبية، كل دي مسميات المقصود فيها في الآخر إن أحد الشرايين التاجية اتقفل تماما. وعندي دليل من رسم القلب وعندي دليل من إنزيمات القلب إن الجلطة دي حديثة ولسه حاصلة في الساعات اللي فاتت دي. تمام. إيه الوسيلة العلاجية؟ أدخله الرعاية المركزة وأديله دواء يدوب الجلطة، وده بينجح في 65% من الحالات إنه يدوب الجلطة ويفتح الشريان. الحل الآخر واللي بدأ ينتشر جدا في مستشفيات مصر حاليا، مستشفيات حكومية ومعهد القلب وكل مستشفيات الجامعة وبعض مستشفيات وزارة الصحة، إن المريض اللي يجي لي وعنده جلطة في القلب أو أزمة قلبية حديثة التكون وجاي في الساعات الأولى من حدوث الأزمة القلبية، إن أنا بدل ما أوديه العناية المركزة أخده من الاستقبال على طول على أوضة القسطرة، أصور الشرايين، أشوف الجلطة، أسحب الجلطة، أفتح الشريان وأشوفه بعيني وهو مقفول وأشوفه بعيني وهو مفتوح. دكتور، الدخول قبل القسطرة دي مش محتاجة تحاليل معينة أو مثلا؟ لا، محتاجة. محتاجة؟ محتاجة حاجة مهمة جدا جدا وهي وظائف الكلى. أوكي. لأن إحنا في القسطرة سواء تشخيصية أو علاجية بنحقن صبغة. الصبغة بتفرز عن طريق الكلى. فلو أي مريض عنده قصور في وظائف الكلى يبقى لازم أتأكد قوي قوي من وظائف الكلى، لأن الصبغة مع قصور وظائف الكلى تؤدي إلى فشل كلوي. فدي حاجة مهمة قوي لازم تتعمل، ومفيش دكتور بيدخل يعمل قسطرة في مصر أو في العالم كله من غير ما يشوف وظائف الكلى ويحسب وظائف الكلى أخبارها إيه. طيب، من حسن الحظ إن أوكي. تحليل الكلى ده بيظهر في خلال ربع ساعة تلت ساعة. تمام. فما دام في المستشفى فأقدر. ولو ظهر إنه التين. عنده مشكلة في الكلى والحالة تستدعي إنه هو يعمل قسطرة، إيه بقى الـ بتناقش مع المريض حسب أوكي. الحالة بقى. أنا دلوقتي بقيت في وضع هفقد واحد من الاتنين، هفقد العضلة أو هفقد الكلية. فبتتوزن. أحيانا أخذ أنا القرار الطبي طبعا إن الأزمة القلبية دي ليست ذات خطر على المريض ولا تهدد حياته في الوقت الحالي. أدخله العناية المركزة، أديله الدواء المذيب للجلطة، وبعد ما أديله الدواء المذيب للجلطة أديله علاج للكلى وقد تتحسن وظائف الكلى وأعمله القسطرة في مراحل أخرى. تمام. لكن في بعض الأحيان إن الجلطة في الشريان التاجي الرئيسي اللي قد يودي بعضلة القلب على طول، أو العيان في صدمة مفيش ضغط مفيش نبض يعني ممكن يموت. فمش هسيبه يموت بقى وأنا خايف على الكلى، لا، ألحق أنقذ القلب. وفي كل الأحوال حتى في الحالات الخيارية المريض يقعد قدام الدكتور بتاعه، دكتور بيشرح له ويبين له ويقول له دلوقتي أنا عندي عدد من المرضى كده عنده ألم صدرية مبرح وبنديله قد كل الأدوية الممكنة لكن وظائف الكلية وحش، فأعمل إيه؟ قلت له أنا عاوز أعمل لك قسطرة. تمام. لكن القسطرة دي قد تكون نتيجتها أنك أنت هتعمل غسيل. يوم ما تقرر أنك أنت الألم مضايقاك وهتوافق على الغسيل تعال أعمل لك القسطرة. ده بقى القصة، القرار بقى بتاع المريض بقى في الحالة دي. لكن في بعض الأحيان أنا لا أخذ القرار لما يبقى خلاص أنا ممكن القلب يضيع. فالكلى لما بتبدأ تتأثر إن آجلا أو عاجلا، لما الكرياتينين اللي هو كل الناس بتعمله ده وخاصة في مرضى السكر، ما دام الكرياتينين عالي يبقى بدأت أولى مراحل الفشل الكلوي. أول ما يعلى يعني مريض السكر خلاص هي عملية زمن. أنا عارفة يا دكتور نسبة الكرياتينين اللي تبقى معينة للرجال تبقى أعلى أعتقد وللسيدات أقل، ممكن تديني النسبة الطبيعية للرجال والسيدات؟ هو حسب الرينج بتاع المعمل اللي بيعمله الكتس والكيماويات اللي بيعمله، لكن احنا عندنا حد 1.2 ده 1.3 ده الرينج الطبيعي. تمام. 1.5 مسموح به لو انا مضطر ادخل اعمل قسطرة. 2 او اكتر كرياتينين لا. تمام. بعدين لما بحسب الكرياتينين مع عمر المريض مع الحالة العامة مع مرض السكر او مع وزنه، وفي معادلة بتتعمل
بتديني مؤشر لوظيفة الكلى الحقيقية، وليس رقم هو 1.5 ولا 1.2 ولا 1.8، لا 1.8 في سن صغير غير 1.8 في سن كبير طبعا. 1.8 من غير سكر غير 1.8 مريضة عنده سكر وهكذا. فبتتحسب منها معادلة بتدخل الأرقام فيها، بيطلع في الآخر الوظيفة الحقيقية لقدرة الكلى على إفراز السموم، وبناء عليه بنقول وظيفة الكلى دي بتفرز كام ملي في الدقيقة، يبقى دي كويسة واعمل لها كل حاجة، دي لا خطر. حتى الأدوية دي بتفرز بالكلى وخطر على الكلى. لو وصل ان وظائف الكلى لهذا المعدل من الإفراز، مش كرياتينين بس اللي بتعمل، يبقى لا هوقف الدواء او هغير جرعة الدواء او هغيره بدواء تاني. يعني حتى اتخاذ قرار بعض الأدوية وأهمها أدوية السيولة، نوع حديث من أدوية السيولة موجود، بيتوقف جدا على وظيفة الكلى الجرعة بتاعته. تمام، هنشوف فاصل مشاهدينا، نرجع نستكمل حوارنا مع أستاذ دكتور سامح علام أستاذ أمراض القلب. هذا البرنامج برعاية الأستاذ الدكتور سامح علام لتشخيص وعلاج أمراض القلب. مراكز دكتور سامح علام لتشخيص وعلاج أمراض القلب: فحص القلب بالموجات فوق الصوتية، رسم القلب بالمجهود العادي والدوائي ورسم القلب 48 ساعة، قسطرة القلب والدعامات العادية والدوائية للشرايين التاجية والطرفية. مراكز الأستاذ الدكتور سامح علام، قلبنا على قلبك. اهلا بكم مشاهدينا مره ثانيه على مباشره ومعي دكتور سامح علام استاذ امراض القلب، للتشاور معه طبعا والتواصل معه عبر الفيسبوك باسم سامح علام استاذ امراض القلب. الحلقه بتعاد مره ثانيه عبر شاشه الفضائيه المصريه 6 صباحا بتوقيت القاهره، وعبر اليوتيوب بعد انتهاء الحلقه مباشره بتعاد باسم دكتور سامح علام استاذ امراض القلب. ده ليه حسن صحتك بالدنيا. دكتور، بنتكلم على القسطره وقلنا ان هي اعتقد بقت متاحه وسهله، يعني ما حدش يخاف من كلمه انا هعمل لك قسطره، لان الواحد كان بيبقى فاكر وانا داخل على عمليه بقى جراحيه وحاجات كتير كده. اتفضل يا دكتور. بس كنت عايز اتكلم عن الازمات القلبيه كمان. لا، دي نقطه مهمه جدا. لان احنا قلناها مره واثنين وعشرة، لكن احنا هنقولها للمره الالف وكل مره هنعيدها تاني. القسطره مش عمليه بالظبط، ما هيش جراحه. القسطره هي كانيولا كبيره بتتركب زي الكانيولا بتاعه المحاليل بتاعه الناس، وبتتعمل الكانيولا دي بتدخل منها القسطره وبتتحقن صبغه تصور الشرايين. المريض صاحي، المريض بيتكلم مع الدكتور، مفيش بنج كلي، مفيش غرز، مفيش خياطه، مفيش نقل دم، مفيش اي حاجه خالص. القسطره بتتعمل والمريض صاحي وبيتكلم مع الدكتور بتاعه، والدكتور بيقول له خد نفس وطلع نفس وبيرد عليه. وبعض الناس بنخلص القسطره وهو اصلا ما يعرفش ان احنا بدانا ولا لا. أنا بركز تاني وتالت وهقول تاني وتالت، لأن أنا الأسبوع ده كان في مريض راح لدكتور في المرج وعمل له رسم قلب، وقال له رسم القلب بتاعك ده شكله مش طبيعي، روح لدكتور قلب دلوقتي، وهو عنده ألم في الصدر. راح لثلاث مستشفيات في نفس الليلة، والتلاتة يقولوا له هتدخل عشان نعمل لك قسطرة، لأن كان رسم القلب مبين جلطة. وجلطة لو اتسابت هتأثر عليه. راح المستشفى الأولى، أنت لازم تدخل المستشفى علشان نحاول نعملك قسطرة الليلة دي، سابهم ومشي. وكانت النتيجة أنه جالي بعد بعد ست أيام من حدوث الجلطة، وقال لي تعالى اعمل لي قسطرة. قلت له لا، أقف بقى، أنت دلوقتي القسطرة في الساعات الأولى يوم ما قالوا لك الزملاء كانت مفيدة جدا بالزبط. لأن لسه عضلة القلب حية. بعد ست أيام دلوقتي وجاي أعمل لك قسطرة، لا، أنا عايز أشوف الأول هل خلال الست أيام اللي الشريان مقفول فيهم هل ما زال في بعض الأجزاء من عضلة القلب فيها حيوية؟ يبقى أنا لو أنا عملت لك قسطرة وفتحت لك الشريان هتستفيد ولا لأ؟ أنت خلاص عضلة القلب دي تليفت بتاعة الشريان ده والباقي شغال، يبقى خلاص عيش بالباقي وبلاش دي. فأرجوكوا للسادة المشاهدين، لما الدكتور بتاعك يقول لك انك محتاج قسطره، وخاصه
عند حدوث جلطة في القلب لا تتردد إطلاقا. لو أنت مش عاجبك الدكتور ده روح لدكتور تاني بعد ربع ساعة، روح المستشفى دي مش مريحاك روح لمستشفى تانية أقرب مستشفى خلال ربع ساعة. يعني الدقايق بتفرق كتير قوي عند حدوث جلطة حادة في الشريان التاجي للقلب. تمام. احنا هدفنا العضلة بالظبط، وكل ما بكرنا واستعجلنا وسرعنا في فتح الشريان المقفول كل ما أنقذنا أكبر عدد ممكن من خلايا القلب. صح. ويتنى العضلة قوية وقادرة على العمل. تمام. معايا أستاذ أحمد، تفضل. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل. عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك. حضرتك انا كنت عامل عمليه من حوالي 30 سنه، كنت عامل توسيع صمام في القلب. صمام المترالي. المترالي في القلب. فحضرتك انا الصمام كنت باخد له علاج والدكتور كان قال لي ايه خلاص كده العلاج خلاص. فانا حاليا يعني من حوالي 30 او 35 سنه وانا حاليا تعبان جدا، ضربات القلب عندي سريعه خالص. عندي بطن بتعلى شوية، ضغط على القلب، بتجيلي غزلة تحت جنب الشمال. وكرشة النفس. النفس مفيش، مش عارف انام بالظبط. بتنام على كم مخدة؟ بنام مش عارف، معرفش انام الا على الجنب اليمين. بتنام قاعد ولا بتنام على مخدات عالية؟ لا بنام عادي على مخدة عادية. مخدة واحدة. مخدة واحدة. مفيش ورم في رجليك. ساعات بيجي عندي باخد مدر للبول. للبول. اخر مرة زرت الدكتور بتاعك وعملك موجات صوتية على القلب امتى؟ من حوالي شهرين او ثلاثة. طب ما قالكش ان الصمام ده فيه ضيق او ارتجاع او الصمام الثلاثي؟ حضرتك هو قال لي انا عايز انت لازم تغير صمامين. بالظبط كده. الصمام ده والصمام الثلاثي. طيب وقلت له ايه؟ والله يا دكتور مش خاب على حضرتك، الظروف ما تسمحش يعني وكده، فانا قعدت يعني. طب حاضر اشرح لك بقى الموضوع. شكرا استاذ رضا. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام. اتفضل. اقدر اكلم الدكتور لو سمحت؟ طبعا اتفضل. اتفضل حضرتك. يا دكتور بعد اذنك، انا طب جديد شكل في صدر كده عشان بكون نايم وعلى بالي فيها كده تدريب كده في صدر كده وعلى طول مستلمه معايا لا اشرح لي اكتر. هي الشكه دي في شكة إبرة، مسمار، طعنة سكينة، شاكوش؟ لا طبيعية يعني شكة طبيعية بتيجي في الصدر. ما فيش شكة طبيعية بتيجي في الصدر. يعني ما الطبيعي ما بيحسش بشكة. لا يا دكتور يعني كل ما أنام أحس إن في حاجة. كل ما تيجي تنام مش مع المجهود. لا مش وأحيانا مع المجهود. ولا بتتقلب من لما تتقلب من جنب لجنب بتيجي؟ أيوه بالظبط. ولو كحيت أو عطست تيجي؟ لا. طيب بجيش. السؤال ايه بقى؟ اقعد ادلجها في ايدي كده بساعه كده وانا نايم. انت سنك كام سنه؟ انا عندي 53 سنه. بتدخن؟ عندك سكر او ضغط؟ لا ما عنديش اي حاجه خالص. اوكي طيب هرد عليك حاضر. بس ده يا دكتور معايا بقى لها فتره طويله قوي. اشرح لك حاضر. احنا معايا تليفون تاني؟ طيب هنرد على الاستاذ احمد. الاستاذ احمد من 30 سنه عمل توسيع صمام، من 30 سنه ما كانتش البالونات لسه طلعت. فمعنى انه عمل توسيع صمام يبقى عمله بجراحه. يبقى توسيع صمام جراحي، وده الصمام المترالي نتيجه الاصابه بحمى روماتيزميه. في المرض بتاع الحمى الروماتيزميه لما بيجي في الصمامات هو بيزيد مع الوقت، لما يخف بيحصل تليف في الصمامات. توسيع كويس قوي انه عاش بيه 30 سنه، لكن متوقع ان الصمام ده خلال ال 30 سنه يكون حصل فيه ارتجاع او ضيق، وده اللي حصل عنده. وكتفاعل لاصابه هذا الصمام بيحصل ارتفاع في ضغط الشريان الرئوي، الصمام الثلاثي يبدا يفقد قدرته على الوظيفه الطبيعيه ويحصل فيه ارتجاع. ارتجاع الصمام الثلاثي. وارتجاع الصمام الثلاثي ده بيؤدي الى ورم في الرجلين، ويؤدي الى الام في جانب الايمن من القلب. ولو الواحد باصص في المرايه وشايف يلاقي عروق رقبته منفوخه شويه، ده ناس كتير ما بتاخدش بالها لكن لازم ياخدوا بالهم. فهو محتاج تغيير صمامين حسب قرار الطبيب المعالج، وده بيتحدد عن طريق الاشعه الموجات الصوتيه. يبقى النصيحه انه هيروح يعمل قسطرة تشخيصية بقى للشرايين التاجية، لأن 53 سنة من المحتمل إن يكون عنده ضيق في الشريان التاجي.
يبقى لو رايح يعمل عملية الصمامات الجراح يصلح له الشرايين بالمرة بدل ما يرجع يعمل عملية تانية. هو بيقول الظروف المادية، حضرتك لازم تعرف ان التأمين الصحي بيؤمن تغيير صمامين للمريض اللي له تأمين صحي، واللي ملوش تأمين صحي يقدر يعمل قرار على نفقة الدولة ويعمل القسطرة وبعدين يعمل تغيير الصمامات على نفقة الدولة. فمش ضروري يكون معاك فلوس علشان تعمل على حسابك، ممكن تعملها عن طريق التأمين الصحي أو تعمل قرار على نفقة الدولة، تعمل القسطرة ويشوف الشرايين التاجية وبعدين تعمل تغيير الصمامين. تمام، أنا عندي فاصل، هنشوف فاصل مشاهدينا بعدين ناخد تليفوننا مع أستاذة أمال. مراكز دكتور سامح علام لتشخيص وعلاج أمراض القلب، فحص القلب بالموجات فوق الصوتية، رسم القلب بالمجهود العادي والدوائي، ورسم القلب 48 ساعة، قسطرة القلب والدعامات العادية والدوائية للشرايين التاجية والطرفية. مراكز الأستاذ الدكتور سامح علام، قلبنا على قلبك. اهلا بكم مشاهدينا مره ثانيه على الهواء مباشره، معايا استاذه امال، اتفضلي. الو السلام عليكم. اهلا بك استاذه امال، اتفضلي سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. اهلا استاذه امال. لو سمحت يا دكتور، انا عندي والدتي بيجي لها ضربات في قلبها جامده جدا. عندك مين؟ والدتها. سنها كام سنه؟ عندها 52 سنه. بيجي لها ايه بقى؟ حطت قلبها جامد قوي، راحت للدكتور عمل لها هولتر. طلع عندها كهرباء زايده في القلب. فطبعا خدت العلاج ومش جايب معاها اي نتيجه. فالدكتور دلوقتي شخص لها ان هي تعمل قسطره، هل فعلا ان هي تعملها ولا ملهاش اي لازمه؟ طب حاضر، شكرا. استاذ رضا. الاستاذ رضا 53 سنه، مدخن وبيجي له شكه في القلب، وبعدين في الوصف شكه طبيعيه. لا، ما فيش حاجه اسمها شكه طبيعيه. 53 سنه مدخن وجالك وجع في صدرك، ايا كان هذا الوجع روح للدكتور بتاعك، اقرب دكتور قلب قريب منك، واحكي له وهيسالك اسئله اكتر واكتر، وهيعمل لك تحليلات، قد تكتشف ان عندك سكر وانت ما تعرفش، قد تكتشف ان الكوليسترول عالي وانت ما تعرفش، وتطمن ان الشكه دي مش بسبب ضيق في الشريان التاجي للقلب. ان شاء الله ما يطلعش في حاجه، لكن ما تنتظرش لو في حاجة تزيد وتعمل لك مشكلة أكبر من كده. تمام. أستاذة أمال، أنا بقى الأستاذة أمال مامتها عندها ضربات في القلب، وبعدين الدكتور قال لها كهرباء، وبعدين قال لها عاوز قسطرة. أنا مش فاهم القسطرة ليه. هل القسطرة علشان يشخص الضربات بعد الهولتر ويعمل لها كي، ولا علشان يركب لها جهاز، ولا القسطرة دي يقصد بيها قسطرة الشرايين التاجية لحسن تكون السبب بتاع الضربات هو ضيق الشريان التاجي. فديت حاجات لازم حضرتك تفهميها كويس من الدكتور المعالج. هل انت هتعمل لنا القسطرة عشان تعالج الضربات، وهل هتعمل كي لبؤرة الكهرباء اللي انت قلت عليها دي، ولا هتركب لنا جهاز علشان يوقفها، ولا بتعمل لنا قسطره للشرايين التاجيه ودي حاجه تانية خالص ملهاش علاقه بالكهرباء؟ يعني ممكن يا دكتور يكون قرار خاطئ من الدكتور؟ انا ما هو هي مش فاهمه، هو ما فهمهاش كويس. وديت مشكله لازم ننبه عليها. انا لما اروح للدكتور لازم اكون مجهز الاسئله اللي هسالها له بالظبط فرقه، ولما الدكتور يقول لي على حاجه لازم اساله واستفسر منه على كل حاجه. ما تسمعيش كلمه انت عاوزه قسطره وتاخدي بعضك وتمشي وتقولي امي عاوزه قسطره. ايه هي القسطره؟ وعايزاها ليه؟ والهدف منها ايه؟ وهتفيدها بايه؟ وهتكلفك كام؟ وهتعمليها فين؟ وضروريه النهارده ولا لا؟ دي كل دي اسئله الدكتور مفروض يقول للمريض بتاعه ويفهمه هو انا بعمل لك ده ليه وبقول لك الكلام ده عشان ايه. لكن احيانا استعجال الدكتور، ضيق الوقت، لاي سبب، من حق المريض اللي راح لدكتور انه يفهم طبيعه مرضه
وديت الثقافة دي لازم تنتشر بين الناس. بالزبط. الثقافة دي لازم تنتشر. واجب الدكتور انه يفهم مريضه حالته ايه بالظبط. ده واجب. اذا قام الدكتور بهذا الواجب من تلقاء نفسه خير وبركة. لو ما قامش بهذا الواجب من حقك انك تاخد تعرف كل التفاصيل اللي انت عاوزها. طيب انا معايا استاذ وائل، اتفضل. السلام عليكم. اتفضل. عليكم السلام. حضرتك بس انا والدي كان عنده 52 سنة. طيب. ويعني بيشتكي من نهجان غير عادي في صدره. اه. مع المجهود؟ مع المجهود، يعني مجرد ان هو يقوم خطوتين اثنين يبدا النهجان غير العادي. يعني ما يطلعش دور سلم؟ مرتاح؟ لا ما يطلعوش، لا هو مجرد ما يقوم يروح يعني الحمام بيبقى نهجان غير عادي. وينام على كم مخدة؟ هو بينام وهو قاعد. وهو قاعد. طبعا كشفنا عند دكتور قلب، قال لي ان الشريان الرئوي عالي جدا. اه. وانا قال لي انه ما يعني الشريان الرئوي ده ما فيش يعني ملوش فلولي. اه. طيب سؤالك يا استاذ وائل. انا هجاوب على حضرتك. طيب. ودلوقتي الدكتور سداه في وشه بقى، يعني هو ابوه تعبان ومش عارف ينام وقال له ملوش علاج. فلا القصه مش كده. القصة أولا لازم لما نقول إن إحنا عندنا ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، ده مرض لعين وسخيف قوي بيؤدي إلى ضعف في الجانب الأيمن من القلب ويعمل كرشة نفس مع أقل مجهود ومع الكلام يتكلم كلمتين حتى ما يقدرش يكمل الكلام على بعض، الأطراف تزرق، تلاقي ضوافره تزرق في بعض الأحيان، ورجليه تورم وما بيقدرش ينام. هتروح لدكتور قلب تاني وهيعمل موجات صوتية على القلب تاني، هيشوف سبب ارتفاع ضغط الشريان الرئوي ده ايه، هل في مرض في الجانب الايسر من القلب هو اللي ادى الى النهجان وبقت المضاعفات بتاعته ارتفاع ضغط الشريان الرئوي. وفي الحالة دي لو انا عالجت العضلة اليسرى، العضلة اليمنى هتتحسن وهينام وهيبقى كويس. ده احتمال قائم. الاحتمال التاني ان يبقى الجانب الايسر من القلب سليم خالص وكل قصة النهجان نتيجة ضغط الشريان الرئوي على الجانب الأيمن من القلب. في أدوية جديدة بدأت نزل دلوقتي، للأسف إن في نوع واحد من الأدوية بيقلل ضغط الشريان الرئوي وكان غالي قوي، لكن في نوع جديد نزل أرخص ممكن يقلل. وتسأل الدكتور اللي هتروح هل الفياجرا كدواء تفيد ولا لا، لأن الفياجرا ده كدواء هو أول اكتشافه كان بالأبحاث العلمية اللي بتجرى عليه كان علشان يعالج أمراض القلب. أوه. وبعدين أثناء العلاج بيه اتضح أن له أثار جانبية. الأثار الجانبية دي بقى هي ديت اللي اهتم بيها الرجال، ومش الدواء، ونسيوا السكة اللي كان ماشي فيها أن هو علاج للقلب وبدأوا يتجهوا لاستخدامه وخلاص. فالفياجرا علاج مهم جدا وبيفيد في بعض حالات ارتفاع ضغط الشريان الرئوي. اسأل الدكتور بتاع والدك هل يقدر يستخدمه دلوقتي ولا لا، وربنا يشفيه ان شاء الله. والدكتور اللي يقفلها في وشك ويروح لدكتور تاني، دكاترة كتير طبعا. استاذ عادل. استاذ عادل اتفضل. استاذ عادل انا معاك، اتفضل. من فضلكم على الصوت شوية. السلام عليكم. اهلا بيك يا استاذ عادل، اتفضل. ازيك يا دكتور سامع؟ ازيك يا استاذ عادل؟ وطي صوت التلفزيون من فضلك يا استاذ عادل، اللي اسمعني من التليفون فقط. الله يبارك فيك يا دكتور. اتفضل سؤالك. والله يا دكتور انا عامل عمليه الاورطي. الاورطي؟ الصمام الاورطي ولا الشريان؟ لا صمام. الصمام اه. اه. لا الصمام يعني هو ليه 9 شهور. وايه؟ من فضلك وطي صوت التلفزيون. والصمام ايه قلت لي؟ صمام الاورطه. اوكي ماله؟ غيره. انا عملت لي 9 شهور. اه. وبتاخد ادويه السيوله؟ يعني البرشام مش مضبوطه، كل ما اخد يعني 1 مل 2 مل 3 ما مرضوش البرشام. اه. وبعدين في جنب اليمين احس قلبي بيبق قوي لما يحط راسي على المخده علي. اه. بس وفي بقعه كده بتطلع يعني في رجلي. اه. بقعه حمراء. طب حاضر. شكرا. حاضر هجاوب عليه. استاذ عادل. اي مريض عمل تغيير صمام، الصمام ده بيبقى صمام معدني
وهو شيء غريب على القلب وبيتحط جوه غرف القلب. القضية ان احنا لو سبنا المريض ده وفيه جسم غريب الدم بيكوم عليه ويعمل جلطة ويقفل الصمام ويبقى خطر جدا. عشان كده كل المرضى اللي ركبوا صمام صناعي في القلب لازم بياخدوا أدوية مسيلة للدم لمنع تجلط الصمام. فحضرتك بقى من تشلاقي الواحد ملي مش لاقي 2 ملي اتصرف بأي طريقة ومن أي مكان وبأي تمن وهات علاج السيولة اللي تاخده علشان ما تفقدش الصمام وتفقد فيه حاجات كتير جدا. فغير مسموح إطلاقا إن مريض يركب صمام صناعي وبعدين يقعد من غير أدوية سيولة. هي دكتور في أدوية بتبقى مش متوفرة من السيولة اللي هو بيقول عليها هو أنا الصوت يبدو أنه يمني أو صعيدي أو مثلا في أسوان يعني حسيت كده. لكن لا الأدوية يعني قد تكون شحة في بعض الأماكن لكن موجودة ومتوفرة ولازم يدور عليها ويلاقيها. ما فيش حاجة اسمها بالزبط. إن أنا مش لاقي الدواء وأقعد بالصمام من غير أدوية سيولة. لا ممكن عن طريق الأوتوبيسات كمان اللي بتروح من بلد لبلد. لا الدواء متوفر في يعني لو في لو في لو هو مثلا في مكان نائي ممكن يكون عن طريق الأوتوبيسات بيوصلوا عن طريق اللي هم السواقين. لو دي فكرة كويسة لحضرتك هنشوف واصل المشاهدين نرجع نستقبل طبعا تليفوناتكم واتصالاتكم مع أستاذ دكتور سامي حلام أستاذ أمراض القلب. الحلقة بتعد مرة تانية عبر شاشة الفضائية المصرية 6 صباحا بتوقيت القاهرة. هذا البرنامج برعاية الأستاذ الدكتور سامح علام لتشخيص وعلاج أمراض القلب. مراكز دكتور سامح علام لتشخيص وعلاج أمراض القلب: فحص القلب بالموجات فوق الصوتية، رسم القلب بالمجهود العادي والدوائي ورسم القلب 48 ساعة، قسطرة القلب والدعامات العادية والدوائية للشرايين التاجية والطرفية. مراكز الأستاذ الدكتور سامح علام، قلبنا على قلبك. اهلا بكم مره ثانيه مشاهدينا. كنت بسال الدكتور بس هل القسطره مكلفه؟ بيقول لي يعني في حدود، يعني ربما تكون مكلفه للبعض ولكن هي سعرها متداول وممكن يكون جيد بالنسبه للمتوسط الدخل. طبعا والاهم من كده ان اللي ما معهوش فلوس يعمل قسطره. تامين صحي. التامين الصحي بيعمل قسطره في شهر 24 ساعه بالزبط. والقرارات على نفقه الدوله في جميع المستشفيات الجامعيه بتعمل القسطره من غير فلوس. تمام. فمش ضروري ان كل الموظفين دلوقتي، الموظفين كتير او في البنوك والشركات وشغلهم بيأمن لهم عمل القسطرة وما يلزمها من تكاليف على نفقة جهات العمل بتاعتهم. جميل جدا. يعني الناس اللي بتدفع من جيبها دول قليلين. تمام. استاذ عبد العزيز معايا، اتفضل. اتفضلي. اتفضل سؤالك. وعليكم السلام. سؤالك. والله عندي والدتي 53 سنة. اوكي. ايوه. تمام. مريضة هي كان عندها السكر. وفجأة بعدين حصل عندها ضغط، بقى سكر وضغط. فجأة تعبت، ما بقت بتمهج كتير، مش عارفة تعبت يعني ايه؟ ده كلام تعبت يعني ايه؟ بعد هي ماشية على السكر والضغط كانت كويسة، مفيش مشاكل. ايه اللي جد؟ بالظبط انا يعني اللي جد ان فجأة لقيناها مش قادرة تقوم. تشتكي من وجع في المعدة، وبعدين نروح لدكتور المعدة تشتكي من وجع في الظهر. بعدين تشتكي نروح لدكتور ظهر تيجي تشتكي من وجع في الصدر. يعني كانت كل يومين تشتكي من مكان غير المكان. مختلف عن الآخر. مختلف عن الآخر. فبعدين رحنا كشفنا، فجي الدكتور بعد ما كشفنا عند دكتور قال اعرضوه على دكتور قلب. عرضناه على دكتور قلب، قال لك ان في عضلة ضعيفة جدا ومتضخمة. عطانا علاج ومشينا عليه، ارتحت عليه. بعد ما ارتحت عليه جينا قال لك تعب التاني، وديناها لدكتور تاني. هذا واضح كده. بعدين النهاية يعني بعدين ودينا للدكتور التاني. السؤال ايه بقى؟ قول لنا السؤال ايه؟ السؤال ان هي الدكتور طالب منها الحين قسطرة. طالب منها الحين قسطرة، ده علاج تمشي عليه 4 أيام وبعد كده هيعمل لها قسطرة. انت كيف القسطرة؟ السؤال بقى عاوز ايه انت؟
تعمل ولا ما تعملش القسطره؟ تعمل القسطره ولا لا؟ حاضر. شكرا استاذ عبد العال. اتفضل يا استاذ عبد العال. استاذ عبد العال معايا؟ عبد الخالق. ايوه يا فندم. اتفضل سؤالك سريعا. والنبي انا عايز اسال الدكتور، يعني في وجع في صدري على طول. عملت اشعه ايكو طلعت عضله القلب 67 قال لي كويس. وعملت رسم قلب برضه قال لي كويس. بس يا دكتور يعني ما بمشي يعني العظم بتاع صدري دي من تحت من نمه الشمال كده يوجعني. يعني اقف منه تقف يعني يوجعني. انت بتشتغل ايه يا عبد الخالق؟ انا كنت سواق يا بيه، كنت سواق. انا جيت لك بره بس من 7 سنين وسط. طيب هجاوب عليك وحاضر. اشكرك. اتفضل يا فندم. الاخ اللي بيسال الاول والدته عندها سكر وعندها ضغط وبيجي لها وجع في فم المعدة احيانا، في عظم الصدر احيانا، في الظهر احيانا، وعضله القلب بدات تتاثر. اسمع كلام الدكتور المعالج وروح اعمل لامك قسطره على طول. ولو محتاجه توسيع للشرايين التاجيه وهيركب لها دعامات وافقه وخلص الموضوع وما تقعدش تضيع وقت اكتر من كده. تمام. هو استاذ عبد الخالق؟ عبد الخالق بقى دلوقتي عنده وجع في عظم الصدر وهو ماشي بيقف، يبقى يساوي شرايين تاجيه لحد ما يثبت غير ذلك. يبقى عضله القلب بتاعته كويسه ورسم القلب بتاعه طبيعي، يبقى الحق عضله القلب قبل ما تضعف وقبل ما الجلطه تحصل واعمل قسطره يا عبد الخالق. تمام. الازمات الازمات القلبيه يا دكتور كنت عايزه اتكلم برضو عنها، يعني اعراضها بتبقى ايه لحد مش مريض اصلا بالقلب؟ يعني انا شخصيا مثلا حد عادي حسيت بحاجه غريبه. الازمات القلبيه انا قاعد لقيت وجع شديد في القفص الصدري، طوبه واقفه، حاجه محشوره، بعض الناس يقول لك نار قايمه في صدري، بعدها اعياء شديد، عرق، غثيان، رغبه في القيء، وهن في الجسم. تيجي ممكن تيجي دقايق وتروح، ولا خلاص انا خفيت. وديت مصيبه، لان الاسبوع ده حصلت مرتين ان واحد جاء بجلطه ممتده في الشريان التاجي الامامي. طب هي دي اول مره؟ قبلها بيومين ثلاثه بيجي له الوجع ده وقعد دقايق وراح، وبعدين دقايق وراح. فالازمه القلبيه هي ده الوصف. من اول مره جالك لمده دقيقه اثنين ثلاثه الام شديده في القفص الصدري غير معتاده، ما حسيتش بيها قبل كده، وقعدت طبقه على صدرك، نفسك غمت عليك، اتقيت، الالم ده سمع في رقبتك او في ظهرك، عرقت، حسيت بوهن وضعف شديد، في ساعتها روح للدكتور. ان شاء الله تكون راحت بعد دقيقتين اتنين وبقيت زي الفل وتقوم وتتحرك، وروح لدكتور القلب بالزبط. او روح لرعايه القلب فورا، وما تنتظرش انها تتكرر تاني بعد ساعه او ساعتين. تمام. او يوم او يومين. تمام. معايا استاذ محمد. محمد اتفضل. استاذ محمد اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا بيك، علي صوتك من فضلك شويه. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اتفضل يا فندم. من فضلك وطي صوت التلفزيون ارجوك. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ حضرتك وطي التلفزيون يا استاذ محمد. اه دكتور سامع. عشان نسمعك، اتفضل. والد عنده 59 سنة. أيوة. ودكتور كان بيعاني من ضغط على المخ من حوالي 15 سنة. ضغط؟ كان بيعاني من ضغط على المخ من حوالي 15 سنة. إيه اللي من 15 سنة؟ عنده الضغط من 15 سنة؟ لا أيوة دكتور، بيعاني من ضغط على المخ من حوالي 15 سنة. ضغط على المخ؟ وبعد دكتور بعد ما اتعالج من الجلطة شكى من حوالي كده من حوالي سنتين، كان أي مشوار يمشي من حوالي مثلا 10 متر أو 15 متر ممكن يقف حوالي 5 مرات أو 6 مرات. وبعدين دكتور كشف في المستشفى فقالوا له أنت محتاج تعمل قسطرة، فهو طنش إن هو يعمل قسطرة. فمن حوالي 6 شهور جات له جلطة حادة على القلب. على القلب. جلطة حادة على القلب. الدكاترة شخصوها إن هي جلطة حادة على القلب. بعد ما شخصوها إن هي جلطة حادة على القلب طلبوا منه يعمل قسطرة، بس هو في الوقت إن يعمل قسطرة ما كانش كانت الكرياتينين بتاع الكلى 5 كان عالي، فقالت لازم قسطرة دلوقتي مش موجودة مش هتعمل يعني. فدكتور عالجنا وظائف الكلى ونزلناها الحمد لله. بعد ما عمل القسطرة الدكتور نزلتوها لكام؟ نزلتوها لكام الخمسة دي؟
واحد ونص. بعد ما نزل الدكتور الدكتور طلب ان هو يعمل نقره، عمل نقره قال لازم محتاج قلب مفتوح يعني. فما عملش قلب مفتوح عشان سنه كبير وهو مريض سكر ومريض ضغط. فكلمنا الدكتور تاني فقال ان ممكن اعمل له دعامه في الجانب الايمن من القلب يعني. طب حاضر انا هرد على حضرتك. شكرا استاذ محمد. ام عصام، ام عصام اتفضلي. ايوه اتفضلي سؤالك من فضلك. معلش اتفضلي سؤالك. لا الصوت مش مظبوط، وقفي في حته. حاولي تكلمينا مره ثانيه ام عصام. اعتقد حضرتك واقفه في منطقه مش دي. بقى المشكله المتكرره دائما. اعمل قسطره، لا مش عايز اعمل قسطره. اعمل، لا انا خايف منها. اعمل، لا ما اعرفش. لحد ما توصل لحد ما نوصل لمرحله دلوقتي القضيه بقت مش قضيه واحده. وعنده سكر، عنده وظائف كلى، وجات له جلطه في القلب ادت الى ضعف في عضله القلب، والثلاث شرايين متاثرين. لا يمكن الاجابه على هذا السؤال في التليفون. اعمل ايه؟ اعمل قلب مفتوح ولا اعمل دعامات ولا اخد دواء؟ لا يمكن الاجابه على سؤال زي ده في التليفون. ده عاوز كونسلتو جراح القلب يقعد يقول انا هعمل ايه ومدى الخطوره ايه، وهيتحمل العمليه ولا مش هيتحمل العمليه. ودكتور الكلى يعرف يقول لا هو لو عمل عمليه هيدخل في فشل كلوي وممكن ما يقومش منه مثلا. ودكتور القلب يقول انا لو عملت له دعامات هيجيله ايه في القلب ويجيله. فده انت عايز كونسلتو من التخصصات كلها، قلب وجراحة قلب ودكتور كلى ودكتور سكر، ويقعدوا مع بعض ويتكلموا ويشرحوا لك، وبعدين انتوا تختاروا ايه اللي هيناسبكم او ايه اللي يوافق في الحالة. دكتور ده متاح لي برضو في التأمين الصحي صح؟ طبعا متاح. وده اللي احنا بنقوله يا جماعة، نرجوكوا ما تتأخروش للآخر. بالظبط، ما تتأخروش للآخر. اي دكتور في الدنيا قسم انه يبقى طبيب ومسؤول عن صحة الناس، يوم ما بيطلب منك فحص او يوم ما يطلب منك عملية هو بيطلبها لمصلحتك انت، وخايف عليك انت، وحريص على مصلحتك انت. فاحنا حياتنا كلها كأطباء مهمتنا كلها في الحياة ان احنا نحافظ على حياة مرضانا اللي جايين لنا. مكسبنا كله وخسارتنا كلها المريض بتاعي اللي ربنا بعتهولي، هل ربنا كتب له الشفاء على ايديا ولا لا؟ لو انا نجحت في ارضاء المريض وفي شفاء المريض وربنا شفاه على ايديا، انا اسعد انسان في الدنيا. لو حصل غير كده يبقى لا. قصه انعدام الثقه بين الاطباء والمرضى لابد وان تنتهي. صح، لازم تنتهي. في بعض الاطباء يسيئوا ممارسه المهنه، في بعض الاطباء بيتصرفوا غلط، لكن هذا لا يعني ان كل طبيب في الدنيا تصرفه غلط. صح. المرض الاجتماعي اللي احنا ابتلينا بيه في مصر حاليا ده مرض اجتماعي خطير ولازم يقبله حال. قضيه التعميم او مرض التعميم، دكتور اتصرف تصرف سيء مع مريض، الدكاتره كلهم مش كويسين. رحت لضابط الشرطه شتمني وضربني، كل ضباط الشرطه قاسيين وما بيرحموش. رحت التعميم. مش عارف المدرس اداني عصايه وعمل لي ما اعرف. يا جماعه قضيه التعميم ظلم، لا حرام علينا. وده مرض لازم ناخد بالنا منه. احنا بقينا نشك ببعض اكتر من اللازم، وبقينا نخون بعض اكتر من اللازم، وبقى في مرض خطير في المجتمع المصري وهو انعدام الثقه بين فئات المجتمع وبعضها. ده مهم جدا. ارجوكم لازم تفهموا ان الدكتور رسالته الوحيده هو الحفاظ على حياه المريض بتاعه، وستظل الحمايه دي قائمه، وستظل الرساله دي قائمه، وستظل مستشفيات مصر عامره باطباء بيفنوا حياتهم من اجل مرضاهم ومن اجل المترددين عليهم. فارجوكم الثقه في الطبيب، لازم تظل ثقة
كما كانت طول عمرها وسوف تظل إن شاء الله. أشكرك يا دكتور. الحقيقة دي كان نفسي تقول كل الكلام ده مهم جدا، ولو حد مش واثق في حد راح له في دكتور راح له يتجه لطبيب آخر، دي سهلة جدا وفي أطباء كتير جدا، وزي ما قال الدكتور الموضوع غير معمم، مش عشان حد عمل حاجة حتى في الوسط الإعلامي، مش عشان مذيع قالت كذا فيبقى كل المذيعات مش كويسين. فأعتقد إن ده عدم التعميم ده مهم جدا، وأعتقد إن إحنا لازم يبقى عندنا وعي وثقافة أفضل من كده. أشكرك دكتور سامح علام أستاذ أمراض القلب. الحلقة بتعاد بعد انتهاء الحلقة مباشرة عبر اليوتيوب باسم دكتور سامح علام داليا حسن صحتك بالدنيا، وطبعا للتواصل مع دكتور سامح علام عبر الفيسبوك باسم سامح علام أستاذ أمراض القلب، بيرد على كل أسئلتكم لكن تو ذا بوينت، يعني في على طول تقول له السؤال ومن بدون رغي، لأن الدكتور بيبقى عنده الحقيقة مشاغل كتير وعمليات كتير. أشكركم مشاهدينا، التقي غدا إن شاء الله حلقة جديدة من صحتك بالدنيا مع زميلة أخرى. شكرا لكم.